وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سائل كريم يسأل يقول هناك منصف منتشر يجعل فيه مجموعة من الصور لمجموعة من المشاكل والأمور، فيقول مثلا للمشاكل الزوجية سورة المزمل، للذرية سورة الأنبياء، للديون سورة العاديات، للرزق سورة الواقع، على فلب الزواج سورة الحج، لفرض الوسواس سورة الناس، عن التوابع وما شابه سورة البقرة، للمسجون والفرج سورة اليوسف، لحفظ الحمل سورة مريم، لتسهيل الولادة سورة الانشقاق، لنوم الطفل سورة الغاشية، للعين سورة الفلق، للنسيان سورة الضحى. نقول هذا كله باطل لا أصل له أيها الفضلاء المباركون، وعليكم باتباع ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وما جاء في فضل السور. 9 سور هي الفاتحة والبقرة وآل عمران والكهف والملك والكافرون والإخلاص والفلق والناس. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.